شاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف كتشاهدوا معنا هذا الصباح، يعني صبيحة يوم الخميس، أجواء مشمسة مطلقة. كيف كتشاهدوا معنا، يعني البارح كان فاتح معي، يعني عيد الشغل كانت الطريق شوية خاوية أو خاوية خاصة الصباح، ولكن حاليا اليوم رجعت مقرات العمل تمام. داكشي علاش كيفما كتشاهدو معنا، هادي هي أجواء العاصمة الاقتصادية صبيحة يوم الخميس. الناس اللي في مدن مغربية أخرى، يعني شاركوا معنا في التعاليق كيفاش دايرة الأجواء عندكم، نتوما كيفما كتشاهدو معنا الطريق راه عامرة، يعني باستثناء الشوارع الفرعية اللي خاوية هاد الصباح، أما الشوارع الرئيسية ديما كتكون عامرة. مازال فاش كيكون البلدات قاريين ما كتكونش في العطلة، كيكون كلشي عامر، يعني سواء الشوارع الرئيسية الشوارع الفرعية أي طريق بتجي منها كتلقاها عامرة. ولكن حيتاش هاد الأسبوع كاينة عطلة مدرسية، دونك داكشي علاش الطريق شوية خاوية خاصة الشوارع الفرعية. يعني الإنسان إذا كان باغي يمشي من شي طريق فرعية ومختصرة غادي يوصل، أما الشوارع الرئيسية في مدينة الدار البيضاء ديما عندها هاد المشكل ديال الاختناق المروري، ديما الطريق عامرة. نشوف واحد الكومونتير ديال حسن تيقولنا صباح الخير عليكم من جماعة راس العين عمالة تصطاد الشعبية، مرحبا بك خويا حسن، شكرا ليك، شكرا على التفاعل ديالك. قربنا تنتا خويا حسن من الأجواء عندكم بالمنطقة ديالكم، كيفاش كتكون الاجواء الصباحيه؟ كيف ما كتشاهدوا معنا مدينه الدار البيضاء بحكم انها مدينه اقتصاديه ديما الحركه، زعما حركه كثيفه كتكون فيها على طول اليوم، الناس خدامين، الناس كيفيقوا بكري كيفيقوا من الفجر، هو خدام على حسب كاين شي مهن الناس كيفيقوا بكري باش انهم يخدموا. نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا هذه هي الاجواء. كنتمنى انكم تخلوا لنا لي كومونتير ديالكم هنايا في هذا البث باش تقربوا لنا من المنطقه ديالكم والاجواء. نشوفوا كومونتير ايضا ديال حسن تيقول لنا ان الاجواء عندهم حتى هما اجواء مشمسه يعني وصافيه، تقريبا غيكونوا نفس الاجواء هنا في مدينه الدار البيضاء. ديجا الاجواء كانوا تبدلوا بزاف مؤخرا، يعني كل مره شويه الشتاء شويه البرد، بزاف ديال الناس كيمرضوا في هذه الاجواء، واحد سوء رد البال ديالو، يعني الاجواء ما كتستقر حتى الوسط ديال الملي. الشوارع الرئيسية كيف ما قلت لكم انها مستحيل تكون خاوية على طول اليوم، يعني من 7 الصباح او من 6 الصباح وهي كتبقى تعمر بشوية بشوية على طول اليوم، وخاصة اوقات الذروة في مدينة الدار البيضاء مشكل كبير، يعني مدينة الدار البيضاء تعاني مشكل ديال الاختناق المروري. شوارع رئيسية وشوية
تنساوش ان الدور الكبير اللي كتكون به الشوارع الفرعيه، يعني كل ما كانت ولا دوك الازقه راه كانوا يقدر يكون بزاف ديال المشاكل. دي فوا كتوقع اكسيدون في الشارع الرئيسي، الا ما كانش داك الشارع ولا ديك الزنقه ما كانش الانسان غادي يقدر انه يوصل للوجهه ديالو في الوقت. مشاهدي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعة، كنشكركم أيضا على حسن التفاعل ديالكم. كنتمنى لكم إن شاء الله هذا النهار يكون في أحسن الأحوال، ومبقى لي إلا أنني نودعكم، نتلاقاكم إن شاء الله في بث آخر، موضوع آخر. السلام عليكم ونهاركم مبروك.